شكون منا اللي ما كتعجبو الشوكولا والكوك؟ شوفوا لي على هاد الحليوات كي دايرين. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى يا ربي ان شاء الله تكونوا في صحه جيده. مرحبا بكم معايا من جديد. اليوم ندير واحد الحلوه ديال الكوك بالشوكولا، اللي مغلفه بالشوكولا، اللي كتجي رائعه بدون فرن. بسم الله على بركه الله. نبداو في المقادير. الشوكولا عندي شوكولا دايبه، وعندي جوج كيسان ديال الكوك، عندي واحد العلبه ديال نيستلي. نتوما ديروا داكشي اللي عندكم متواجد، راه فيه بزاف ديال الماركات. ممكن عاد نزيدوا الكوك، ممكن هذا هو القوام ديالو. بسم الله، ما نكتروش الكوك باش ما تجينا ناشفه. حيت فيه الكوك كيكون ناشف، كاين الكوك اللي كيكون ميد، ما نعرفوش المقادير بالضبط شحال اللي غتاخد معانا. صافي، نبداو في الاول، ما نجيش وندكيو هكا بيدينا ونجمعوه، تنخلطو مزيان على هاد الشكل. استليت عليه واحد جوج دقائق، ثلاثة دقائق. صافي، نحيدلو داك البلاستيكة. دابا غادي نبداو نشوفو واش تجمع مزيان. قبل ما نكورو دوك الحبات ديال الكوكو وحليب المحلى، غنديرو هكا الاول. صافي، راه بدا كيشد راسو، غادي نبدا ان شاء الله نكور فيه. دابا غادي نبدا نجمعو بهذه الطريقه. الحبات ديال الكوكا وجوز اللي عندي تلاصقوا مع بعضياتهم. اللي نبغيو نشكلوه يجي ساهل. صافي، على هذا الشكل. نتوما شوفوا واش ديروا الحبات كبار ولا صغار. نديرو لا الزيت لا والو في يدينا، غير هكا يتشكل غير بوحدو، واخا كيبان لكم كيتلاصق، مازال غادي نغلفوه شوكولا. الشوكولا لكم الاختيار، نتوما غديروا داكشي اللي متواجد عندكم. هنا غنبقى نزيد الكوك شويه بشويه على هذا الشكل. بحال اللي قلت لكم، ما نجيوش ونزيرو عليها، ندكسوها. صافي، حنا كنخلطو، حنا كنشوفو فيه عينينا ميزاننا، كيبان ليا مازال راه رطب. غنزيد لواحد شويه ديال الكوك. ها ثلاثه ديال الكيسان ديال الكوك. ملي كنخلطو هكا، دوك الحبات ديال الكوكا وجوز الهند كيدخل فيه داك حليب نيستلي، ماشي بحال الا جينا دكسناه شي كيبقى ناشف. دابا غادي نشوف عاود، كيبان ليا مازال خصو الكوك. زدت هنا واحد نص كاس من هادوك الكيسان اللي درت. مازال غادي يتشرب شويه.
هنا نجي عاود نهز من الوسط ونشوف، مازال كيبان ليا مازال عاد فازك شويه. ما بغيتش نجري الفيديو المقطع ولا ندير شي حاجه باش تركزوا معايا مزيان تعرفوا القوام ديالو. انا غنهز وحده واحد شويه نبدا نكور فيها، نجمع هكا الاول بيدي نخليوه يتشرب شويه. صافي كيبان هذا هو القوام ديالو. دابا غادي نخليه يتشرب شويه عاد نبداو نجمعوه واحد دقيقه ولا جوج وصافي ماشي بزاف. غادي نغطيو عليه بلاستيكه احسن. صافي من بعد ما كورتهم ذوبت الشوكولا كما كتشوفوا درت كويرات شويه كبار. وجدت هنا واحد بلاطو ديجا درت فيها واحد الحبه على هذا الشكل. الشوكولا ما نديروهاش هكاك سخونه، نخليوها حتى تدفى شويه. صافي ونبداو بسم الله. نهزو هكا بمعلقة أو بالفرشيط صافي نسقطروها مزيان ونحطوها على ورق الزبدة هكا على هاد الشكل. صافي نستمر ندير وحدة أخرى. صافي ملي نسالي ندخلهم للمجمد نستمر تنكملهم كاملين. ديما تكون عندنا واحد الفرشيط اخرى باش غنستعنوا نعاونوا بها الاخرى. الا بانت لكم ثقيله بزاف عاودوا ذوبوا سخنوها باش ما تتجمع. صافي غادي نكمل هذا الشيء اللي عندي هنا كامل ونرجع معكم. صافي البنات هذا هو الشكل ديالها من بعد ما درتها في الشوكولا. بقاو لي واحد الحبات درتهم هنا كما كتشوفوا كيجيوا رائعين. اما تدخلوهم للمجمد ولا الثلاجه. انا غادي نحطها غير في الثلاجه عاديه تبرد تشد شويه داك الشوكولا مع داك الكوك. صافي ونخرجها نزينوها. هيا داك الشوكولا ديالنا من بعد ما بردات خرجتها من الثلاجه، دابا غادي ندوزو نجيبو باش غنزينوها بسم الله. ملي كتحيدوها كيبان لكم هذا الشوكولا اللي كان
هبط منها، نحيدو غير بشويه. صافي، ونحطوها على هذا الشكل. داك البلاصه اللي كتكون عندها من تحت كتصوب ليها البلاصه اللي حطها على هذا الشكل. نحيدو غير داك الفائض اللي فيها بزاف ونخليو الباقي. انا شديت واحد شويه شوكولا من هذيك اللي تبقات ليا، زدت فيها واحد معلقه ديال شوكولا البيضاء باش كنبدل كنغير ليها اللون، ماشي بغيتها تولي بيضاء، المهم نغير ليها اللون ما يكونش اللون ديالهم بحال بحال، باش نزوقها من الفوق. لهذا الشكل هادو غنخليهم هنا. هذه غادي نديرها في شوكولا الدايبه، مازال راه عندي هنا على هذا الشكل، شديت سدات. صافي، غادي نحطها في كورطات اللي نساليها، مازال غادي ندخلها للثلاجة. اللي كتكون ناشفه بزاف دغيا كتحيد. صافي، نديرها عاود في الشوكولا الدايبه على هذا الشكل. صافي، ونحطها في كورطات. غادي نستمر تنكمل، نرجع معكم في التزيين ديالها. صافي، هنا من بعد ما زينتها درت واحد شويه شوكولا اللي قلت لكم غيرت ليها اللون. الا بغيتوا ديروا شوكولا البيضاء ديروه، درتها في واحد بلاستيكه. غادي نجي نقطع ليها غير واحد شويه، ماشي بزاف باش ما تخرج ليا بزاف. بسم الله، نبدا في هادو الاول. صافي، على هاد الشكل نتوما زينوا داكشي اللي كتعرفوا. من احسن شوكولا تبقى شويه تتبرد، حيت انا درتها عاد دايره بزاف. دغيا كتشد راسها، حيت هادو يلا خرجتو من الثلاجة. صافي، نستمر تنكمل ونرجع معكم. كما كتشوفوا كيبقى هذا هو الشكل ديالهم اللي كيجيو رائعين الصراحه، وساهلين بدون فرن، بثلاثه مكونات فقط. نتمنى ان شاء الله ينالوا اعجابكم، تجربوهم اكيد غادي يعجبوكم. لا تنساوش ديروا لايك الاشتراك الى عجبكم داكشي اللي كنقدم لكم. السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.